مساء الخير والسعادة على كل مشاهدي قناة المحور في كل مكان. النهاردة يوم جديد وحلقة جديدة من حلقاتنا فوهن. النهاردة معنا فقرات كتير حلوة، يا رب إن شاء الله تعجب حضراتكم. قبل ما نتكلم النهاردة عن فقراتنا، خلوني أرحب بنرمين. ازيك يا نرمين؟ ازيك يا مرموري، عاملة ايه؟ احنا مدين ألوان رهيبة، ألوان خلاص بقى احنا داخلين، خلاص احنا خلاص بقى يعني عايز أقولك صيف. أنا بكسب أول بس الألوان الفقعة دي. ليه بس اللون ده حلو عليك؟ بس والله بتكسف قوي. لا لا يعني اللون ده حلو عليك. دوني الفرصة دي بقى. طيب أنا كمان خلوني أسلم على كل هو وكل هن بيشوفونا دلوقتي. يوم جديد من أيامنا فهو وهن على شاشة قناة المحور. خليني أقول دايما أن المصريين الحقيقة دايما بيشرفوا مصر بره وجوه، وأي يعني ما بنشوف مصر في أي حتة بنقول المصري أهو. وخليني أقول أن المرأة المصرية بصفة خاصة كمان بتشرف مصر جدا، لان المرأة المصرية كالعادة يعني هي دايما بتكون سباقة وبتبقى فخر في اي مجال بتدخله. مجلة فاربس الامريكية اختارت المصرية الدكتورة اسراء نوار عشان تكون وجهة او وجها الرسمي للاحتفال بشهر التراث العربي الامريكي، واللي بيكون في شهر ابريل. عندنا كمان اعتقد هي يا مروه دكتوره يعني فخر، الواحد بيحس بالفخر فعلا يعني. زي ما نرمين قالت، اي ست مصريه بتبقى فخر الحقيقه في كل بلد لما بتروحها، لانها بتبقى فعلا سباقه بكل حاجه وفي كل المجالات. عايزه اقول لحضراتكم ان اسراء نوار هي كمان اول مصريه بتتولى منصب نائبه عميد الكليه لمبادرات التنوع والشمول وتطوير المكتبات في مكتبه جامعه تشابمان في كاليفورنيا. عايزه اقول لحضراتكم فعلا ان دي بتبقى يعني مثال مشرف لكل طبعا السيدات المصريات اللي هم ممكن يروحوا اي مكان ويسيبوا بصمه فيه. طيب خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن الزياره وعن اختيار مجله فاربس للدكتوره اسراء نوار. هنعرفها منها شخصيا وهي معانا على التليفون اللي بنبارك لها. دكتور اسراء اهلا بحضرتك. اهلا بيكم، ميرسي جدا على الاستضافه وعلى الكلام الحلو ده. انا دايما المراه المصريه زي ما بنقول هي سباقه في اي مجال بتدخله، ويعني مره تانية ببارك لحضرتك على اختيار مجله فاربس لحضرتك. لكن خليني اعرف ايه فكره او ايه الموضوع بتاع الاحتفال بشهر التراث العربي الامريكي، واحكي لنا بقى الموضوع ده بقى ايه بالراحه كده. طيب تمام، ميرسي جدا جدا على يعني ذوقكم وعلى المباركه، وميرسي ان انتوا اتاحتوا لي الفرصه ان انا اتكلم على الموضوع ده، لانه الموضوع مش فكره صوره وبس طلعت على فوربس. طبعا يشرفني جدا جدا اني امثل المراه المصريه والمراه العربيه، ودايما انا بقول انا مجرد يعني مثل لسيدات فاضلات كتير جدا جدا جدا، انا امثل واحده من سيدات عظيمات يعني. والحمد لله احنا دلوقتي بقى عندنا المجلس القومي للمرأة، بقى عندنا بلاتفورم وومن اوف ايجيبت بتوري قصص نجاحات في مصر وبره مصر يعني في كل حته. فدي حاجه كنت يعني عايزه اقولها، دي اول حاجه. تاني حاجه، انا تقريبا يمكن شهر واحد اللي فات، انا بقالي عايشه هنا في كاليفورنيا حوالي 15 سنه، وزي ما حضرتك قلت يعني في الجامعه تقلدت يعني مناصب كثيره جدا لغايه لما وصلت المنصب نائب عميد الكليه للمكتبات. فريسنتلي يعني بسبب كتاباتي وحاجات كثيره جدا والانفولفمنت في المجتمع الامريكي، فالحمد لله اسمي اتعرف الى حد ما، وخصوصا في شغلي في حوار الاديان اللي انا عارفه ان احنا هنتكلم عليه يعني. يعني في واحده كاتبه صحفيه في مجله فورب بعتت لي ايميل وتواصلت معايا، كانت حابه انها تتكلم على انها تعمل احياء لشهر العربي الامريكي. اللي هو بدا من حوالي هقول 10 سنين. طبعا الكريدت يروح لناس كتير جدا 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 جم قبل في امريكا. الجاليه العربيه في امريكا ابتدت تيجي سنة 1888، في حوالي 3.5 مليون عربي أمريكي عايش في الولايات المتحدة، على طبعا يعني أكتر من 50 ولاية يعني. والرقم ده كمان مش صحيح 100%، وعشان كده إحنا يعني مبسوطين جدا بفكرة إنه التعداد السكاني يعني هيبقى فيه خانة جديدة سنة 2030. سنة 2017 الرئيس الأمريكي وقتها اعترف ان الشهر ده هيكون شهر يعني نحتفل بيه بالعرب الأرب أمريكي زي ما بيقول يعني. طبعا انتوا عارفين المجتمع الأمريكي هو مجتمع قائم اصلا على المهاجرين يعني، ففي طبعا ناس جايين من الهند وناس جايين من اليابان وناس جايين من إيطاليا، فكل جالية بتحاول تحتفظ على قد ما تقدر
على هويتها، على يعني كل دولة بتحاول تحافظ على الهوية بتاعتها. بالزبط. طيب احنا عايزين نسأل حضرتك أسئلة كتير، معلش أنا بقاطعك عشان في أسئلة كتير معانا عايزين نستفاد طبعا بالمكالمة كلها. الزيارة اللي قمتوا بيها كانت في إطار الموضوع ده، إيه الهدف كان منها؟ والله بصي، هو الزياره ما كانتش بغرض الموضوع ده، هو كان في زيارتين كان الغرض منهم، وكانوا الصراحه عايزه ادي كريدت لوزاره الهجره اللي اشتغلت معايا كتير جدا جدا على الموضوع دوت. انا يعني من سنه 2011 وانا شغاله على موضوع حوار الأديان، وكمان يعني صورة المصريين، صورة المرأة المصرية، صورة العرب بره في أمريكا. لأن طبعا ما هو ده يمكن اللي عايزة أختم مع حضرتك بيه وأسألك، يعني المرأة المصرية الحقيقة هي بتبقى واجهة مشرفة دايما في أي مكان بتروحه، فخليني أعرف أو أسأل حضرتك صورة المرأة المصرية في أمريكا عاملة إزاي؟ يعني عايزة أقول لحضرتك إن دلوقتي الموضوع اختلف جدا جدا جدا. في الأول الناس ما كانتش قادرة تفرق ولا تفهم، كان في زي ما بنقول كده إيه misconception. فأنا بدأت أول ما يعني جيت هنا سنة 2008 حملة اسمها غير مفهومك، يعني بالإنجليش كده هاشتاج change the narrative. يعني الناس ما كانتش فاهمة إن إحنا متعلمين بنشتغل، كتير مننا عندنا لغة تانية وتالتة ورابعة، بنقدر نسافر، بنربي ولادنا كويس، المجتمع المصري في مننا المسيحي والمسلم، في حاجات هما مش فاهمينها مع انها ممكن تكون عندنا احنا حاجات بيزك جدا. فانا لما لقيت الموضوع احنا بنتكلم في البيسكس، بدات ادخل مش بس في الحاجات البيسكس، لا دخلت في موضوع حوار الاديان، وكان موضوع شائك في الاول طبعا، ناس كتير كانت قلقانه فيه، ولكن انا يعني اناشد يعني اشكر جدا الحكومه المصريه ووزاره الهجره ان هم ساعدوني ان احنا نجيب افواج. والله يا دكتور، واحنا كمان بنشكر حضرتك ان انت زي ما انا قلت لحضرتك كده واجهه لمصر وكل المصريين او المصريات تحديدا. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور اسراء نوار، نائب عميد المكتبات جامعه تشابمن، بشكرك شكرا جزيلا وببارك لك مره ثانيه. عايز أقولك يا نرمين أن المرأة المصرية واجهة مشرفة لبلدها دايما جوه مصر وكمان في الخارج، ودكتورة إسراء نوار نموذج حي مشرف الحقيقة مش لوحدها، احنا عندنا كمان نماذج كتير، والنهاردة هيكون معانا نموذج كمان كابتن شيماء سامي البطلة البارلمبية في ألعاب القوى والريشة الطايرة ومؤسسة لعبة تنس الكراسي المتحركة في مصر، واللي كرمتها السيدة انتصار السيسي حرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في احتفالية المرأة المصرية أيقونة نجاح. وطبعا دي حاجة مشرفة جدا يا نرمين، وانا ببسط ان احنا نقدم نماذج مصرية سيدات يحطوا بصمة في كل بلاد العالم. اكيد، وبتبقى حاجة كمان احلى ان الدولة كمان وتحديدا السيدة انتصار السيسي تكرم هذه النماذج المحترمة. طيب دي فقرة ان شاء الله تكون مع مروة، هيكون كمان معانا فقرة تانية مع الممثلة الشابة بتول الحداد اللي شاركت الحقيقة في موسم رمضان في اكتر من عمل، مسلسل صلة رحم ومسلسل رحيل، والحقيقة كان ادوار مختلفة في المسلسلين. نطلع لفاصل عشان بقى نبدأ مع حضراتكم أول فقرتنا في هو هنا.